تهزم رأسهم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على من شرات الأسرار والفارقات الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم وحياض الجبروت بفرد أنواره متفقة ولا شيء إلا وهو به منور. إن الواسطة لذهب كما قيل المرصود. صلاة تليق بك بك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك جامع الدار وعليك وحجامك أعظم قائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موالد جاه وأكرع بها من موالد فضل. أحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك. واقلب لي على الباطل فرقه واجزمي لي بحال الأحدية وانشرني من حال التوحيد. وارحني في عين بحر وحده حتى لا بالخيرات وبالبركات علينا وعليكم بحضور الشرفاء وبحضور جميع من حضر في هذا المكان المبارك. اللهم صل ما قلدته أمر عبادك وجعلته حكما في أرضك عبدك الخاضع لجلالك وهيبتك. مولانا أمير المؤمنين نصرا عزيزا معزرا تعز به الدين وتنصر به راية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعله لآلائك من الذاكرين ولأنعمك من الشاكرين. اللهم احفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وأنبت نباتا حسنا وأقض عينه به يا ذا الجلال والإكرام وشد أزره بأخيه المولى الرشيد وبسائر الأسرة الملكية العلوية إنك على كل شيء قدير بسر وبركة الفاتحة.